إخواني انطلاقة من ساحة 9 أبريل والمهم كنت سمعوا هاد المطاعم اللي على اليسار ديالي ما كاينلاش ندور. كان بعض الأخوة كتبغي تصور شي منظر وهذا كتحس به ما عجبوش الحل، علاش كتصور؟ المهم هاد الزنقة هادي نورمالمون كتكون عامرة بزاف، والوقت اللي انا دايز منها دابا يعني بعد الظهر دابا تقريبا جوج، ماشي تقريبا بالضبط بين جوج ونص وجوج وخمسة وثلاثين، ديال لان يلا شوية باش شفت الساعة. الوجهة هي غندوز حدا تياترو سيرفانتيس، يعني المسرح سيرفانتيس المعروف والمشهور في طنجة، وإن كان ما يعني راه في واحد الحالة ما حتى شيء. حنا غندوزو حداه، يعني كيطيح بالطرف، يعني ما كاينش ترميم، سوق السمك شدود اليوم الجمعة، دونك عملية النظافة. وهذا سور المهم فيه طرف برتغالي وطرف انجليزي، وحنا كنعرفوا ان وهذا كيحمي المدينه من الداخل، يعني راه مور هاد البنايه اللي امامنا فيها مقهى وربما شي واحد ديال الحرشه ولا، وبالجوار ديال داك الحائط واحد المجموعه ديال ما شاء الله وصافي. هذوك ما حتىش نجبدوا الموضوع ديالهم لي سونز ابري ودوك الشماكريه كلنا كان هالميخاله كاع داك اللي مقطع مدربل هذا كنزيدو نكرفسوه حتى في المصطلحات، على اي مقبره اليهوديه او العبريه بمدينه طنجه، محاطه بالاسوار محصنه وبجوارها دروج امريكان، ما كاينلاش ندخلو من تما فين كاين البنايه قديمه. وهنايا هذه المنطقه معروفه بسيربانتيس نسبه الى المسرح اللي غادي نشوفوه بعد قليل. تم التبليط والتبييض ديال هاد الواجهات، لان هذه المنطقه هذه البنايات فيها قديمه بزاف، ولكن مكرفصه بهاد هادشي اللي كيعلقوا فيه المحلات التجاريه، كيبقاو كل واحد كيدير سلك ديالو بسمار ديالو، ومن بعد كتشوه البنايه. ها انتم باش تاخذوا فكره على البنايه هذه اللي بالبيض، يعني كتشوفوا داك اش غنسميوه المدخنه ديال شي مطعم باش كتدي ليفاكواتور ديال البخار، هو مابقاش صالح اصلا وباقي معلق تما. البنك دار غير الواجهه الاصليه ودار الواجهه ديالو، القضيه ديال الاشهار معروفه، وهذه الهبطه اللي كتدي للبحر، يعني فين كان هنا سونس انتردي، اذا ما غنمشيوش معها، حنا غادي نمشيو مع هذه. وهذه المنطقه اش غادي نقول، في النهار يمكن لك تدوز منها، ولكن في الليل ما كنشجع شي واحد يدوز من هنايا، لان انا كنعرف انجن تبارك الله شي فور ديال ما نقولش السميه ديالو باش ما هي، لانه هو كنعاود لي هذه القصه ديالو وكنوصل حتى للكوميساريه. تعرضوا له جوج، واحد جاء من القدام وواحد من اللور، وكيحس بشي حاجه في الدار ديالو ماضيه، يعني عرف انه باغي يديرلو الهاتف وهو تبارك الله صحوح ما صافي، لان الموس في الدار ديالك ما بقى لك ما. هذا هو تياترو سيرفانتيس اللي هدرت لكم عليه. كيقولوا انه غادي يتم يعاد بون اش غنسميوها ترميم الا كانت شي حاجه فيها خصها كيلكو روتوش. هذا من الداخل
في واحد الحالة جد متردية، ولكن دابا تطورت التقنيات ديال رجع للموضوع ديال السيد اللي قلت لكم اللي تعرض للأجريسيون أو محاولة. صافي كيجبد التليفون باش يعطيه لهم، واحد شوية كيشوف واحد هذاك اللي كان جاه من القدام جاتو واحد الصمة، واحد الحجرة جاتو للراس طاح. وفين بالضبط على حساب اللي عاود لي تقريبا هنايا، هنايا في هذا المكان منين جاتو الضربة، كان ينجن فوق هز شي حجرة وشير، شاف غير دري صغير شير بالحجرة اوروزمون جات في لاغريسور. ملي طاح هذاك حس بالموس بحال اللي بعد عليه شوية، وهو يدور له دور له مع قلت لكم صحيوح طبزو مزيان وشنق عليه وجروا الكوميسير الاخر. الاخر خلاه من سيب تما ومشى الكوميسارية اللي كيعرف هذا المكان. كان واحد السيد جو سي با واش باقي ولا لا، كان كيدير سيرفيس ابري فونت رال بلاكا جولد ستار ال جي اكسيتيرا، كان كيدير سامسونج. و هنا كان عبد الرحيم المعروف بعبد الرحيم. الوغ لو جون اللي ضرب بالحجره ضرب من هنا، فين كاين هنا تقريبا وفين كاينه ديك السياره جات الحجره في الراس ديال هذا. الوغ شنق عليه هبطوا للكوميساريه. ملي داه الكوميساريه هذاك اللي اصلا هو المعتدي بدا كيقول للبوليس بانه تعدى عليا وبغى يتكرفس عليا وبغى يدير لي رزقي اش كيقولوا قلب السحر على الساحر ياك. هو كيقول لهم لا شنو كاين شنو، قال له شوف، قال له دابا داكشي اللي قلتي واللي غادي يقول حنا غنديروه في المحضر. الوغ شعل من يضر هنا اميرادور مزيون، مي لا زون لا زون ان با بون. نكمل لكم الدوره هذه من هذا المكان هذا المعروف هنا ببيلاسكيس، راه هو كراج اصلا بيلاسكيس يعني ديال شي اسباني سابقا سي سور. خلطت عليكم الكلام بزاف لان عرفتوا علاش، لان انا غادي ولكن عيني حاضين توسكي بوج. ملي كتكون عندك كاميرا عندك هذا كتكون بريز فاسيل. الو هادو كلهم هاد الشوارع كانوا كيديو كانوا خاصين بالسيارات، ولكن تم المنع ديالهم حولوهم الى اماكن فيها الممرات فقط. با هنا لي زامباسادور ماروكو بالاس ديك ما نعرف شنو، كان بعض الحانات هنايا ديال الفئات ذات الدخل. نمشيو من هنا يلا. على قلت هاد ما كملت لكمش ليستوار. عندك الحق السي حسن كتقول لي ما كتدخل وخرج في الهضره. هذا كان بار هنايا سي با شحال هادي. المهم نقدر نقول لكم واحد شي 30 طون ما دزت من هنا بدون مبالغه، كندوز من الفوق ولكن ما كندخلش في هاد الشارع هذا. المهم وصل الدور ديالهم جبدوا سبقوهم هذاك اللي كيدير الصداع اللي هو سوا ديزون مضروب، سميتك كذا راه البطاقه ديالك ما عنديش فتشوه، لقاو عنده فوتوكوبي. ديك فوتوكوبي دخلوا لشي باز دوني عندهم تما وما يرجعوا. واحد البوليسي من هادوك خدا الراس ديال هذا قال له اجي ولدي اجي اجي هكذا هاد القبلة ما عند رجال الأمن. قال له جبتي لنا واحد روشيرشي، يعني كان هذاك
ها اللي قلت لكم ماروكو بالاس، ما عرفتوش باقي خدام ولا ما خدامش ما نعرف. ولقاوه هرشي هرشي، وكنظن من الى ما خفت نكذب من سيدي قاسم ارتكب شي حاجه وهو مبحوث عنه، وقال له انت ولدي مرضي، قال له بالحق هذه المره ما تحاديش، قبطو جيبو ولكن ما تضربوش، راه حتى داك الشيء راه كان يتسجل ضدك. ولهذا قلت هاد لا بتيت ديستوار، شو منين دخلت وفين خرجت، خرجت حدا هذه الطريق اللي كدي للماكدونالد، يعني راه هو دو با، وهذا البولفار اللي بغى يطلع حتى لسور المعكازين، وهذه ابشع عماره هذه كنعتبرها. شوفوا حدا هذاك لو بتيت اوتيل، وشوف اون فاس شنو كاين بنايات كيفاش الشكل ديالها، وش هذا البناء خامج، ما هاد الواجهه زعما بشعه، وشوف اون فاس حداها فين كاين هاد لا بانك، شوف لي بالكون، هذا البناء القديم، شوف الجماليه، شوف متعه للعين والله. دابا ولاو ما كان ما كنقولش شيء للمهندسين ديالنا ولي زارشيتيك ديالنا ما فيدوهمش ابدا، كنقول مولي الشكره عندنا ما فيدوهمش، كيتباع غير شحال من مترو غنخرج تما، لا يهم الشكل، ما خصو سنتي مليمتر ما يخليش داك المهندس ولا داك شحال نسميوه الارشيتكت اللي غادي يدير داك لو بلون تكون فيه شويه الجماليه وترعى فيه التاريخ وترعى فيه الخصوصيات ديال الوطن ديالنا والهندسه المعماريه، ياخذ شويه من الاندلس شويه من جون سيبا شويه من الحضارات السابقه، كل حضاره عندها شي حاجه ايجابيه، راه ماشي كيرجعوها صناديق لي كوب اون فاس معانا، ها هي البناء القديم وراه حداه داك البناء اللي فيه الزاج و لا زين لا مجي بكري. اوتيل رامبراند وهاد الطريق اللي غادي فيه هاد لا مرسيدس هادي راه فين، اذا تبعتوا بعينيكم حتى الراس ديال الزنقه راه من تما طلعت انا، كان يمكن نجي من هنايا داكور. وهاد اوتيل رامبراند هذا الا بغيتو واحد لا بتيت بلاك شنو مكتوب فيها نقرا لكم، هذه اقام المجاهد الاكبر فخامه الرئيس الحبيب بورقيبه في هذا المنزل يوم فاتح نوفمبر 1951 عند توقفه بمدينه طنجه اثناء مسيرته النضاليه للتعريف بالقضيه التونسيه ونوعيه الراي العام وتوعيه الرأي العام الدولي بشرعية كفاح الشعب التونسي وسائر شعوب إفريقيا الشمالية في سبيل التحرر والسيادة. المهم على الأقل هذاك السيد قريت عليه شوية في التاريخ ديالو، عنده نصيب اللي كيسميه المجاهد الأكبر، ولكن المشكل ديالنا هي هاد المجاهدين ديالنا ما كيطلقوش من الكرسي. واذا رجعتوا ليستوار ديالو بن علي راه اقاله بطريقه يعني بحال طيروا من الكرسي ديال الحكم بطريقه ما نعرفش كيفاش داروا له، المهم ما قتلوه ما والو، ولكن قلبوه حسب ما الى ما خدنيش الذاكره انه اعتبر راسو داروا له بحال شي بالي، والناس خدامين وكذا وكيجيو عنده ويستشروا معاه بحال اللي زعما هو باقي وبقى هكاك حتى توفي. هل هذا صحيح ولا اخبار السوق راديو سويقة؟ الو انا جبتكم من سني مع كامل التشكرات الى مكاني المفضل اللي كنعكزو في الدار انا والزوجه ديالي، ملي كنعكزو نتغداو في الدار ولا فينا ما نديرو حتى حاجه كنجيو لهنايا اون باس ان بتي طون، وي اون ميم طون كيبقاو في هاد المطاعم والمقاهي خاويين انتوما كتشوفوا.
يعني لا كليونتيل ضعيفه بزاف، والسبب راه معروف هو هذه الجائحه. هنايا في الصيف كتكون الدنيا عامره، كتكون لاكتيفيتي. دابا حنا باقي الجو صيفي ولكن الدنيا خاويه، راه مفروض ان يوم الجمعه هذا المطعم اللي امامنا هو اللي كنمشي له، هو اللي فيه شويه ديال لا كليونتيل. علاش ماشي غادير له الاشهار؟ والله ما انا المكان ما عجبني شيء، ما كنعاودش نذكره. الا لقيت شي واحد كنرتاح فيه كنقول هاد الكسو هنا نزيدو قدام. الا لقيت شي مكان مزيان كنبقى نجي له دائما. دونك هنا معامله طيبه، ناس نقيين، لي بري انتم كتشوفوا زعما ماشي. الوغ لو بلا دو جور سي كوسكوس بولي وفيون، وها لو بري صافي. يلاه تهلاو لي فراسكم.